يا صباح العسل، ويا صباح الهدوء، ويا صباح الراحة النفسية والمنظر المريح للأعصاب، ويا صباح الجمال، ويا صباح الرضا، ويا صباح كل حاجة حلوة. هو ده الحاجة اللي بصي تقومي من النوم تشوفي كده وتشمي شوية هوا، يا لهوي، والهدوء. بصوا بقى الهدوء والقرية كلها نايمة والجو حلو. انا اقوم كده اشرب لي كوباية شاي، اعملي فنجان قهوة، بعدين اجي لكم بقى اقول لكم احنا هنقضي اليومنا ازاي وهنعمل ايه. بس بجد 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 صباحكم هنا ورضا وفرحة وسعادة، وربنا ينور لكم كل اللي نفسكم فيه، ويا ريت كلكم كنتوا جيتوا معايا هنا. الشمس لسه طالعة بقى، صباحكم هنا. يا صباح العسل، يا صباح السكر، يا صباح الهنا، يا صباح كل حاجة حلوة. صباحكم كده رضا وهنا من عند ربنا. صباح الفل يا عم. بس يا عم بينضفوا بقى البسين بقى وكده، فقلت ايه، انا الولاد نايمين وعلي نايم، قلت اسرق العربيه واروح اجيب فطار، بس فطار اجانب، فطار جامد كده. هننزل نجيب فطار ونرجع نشوف الدنيا دي، وهنظبط فطار وهنظبط غدا وهنظبط يوم، هيبقى يوم زي العسل. صباحكم فل وصباحكم عسل، وهننزل البسين ونروح البحر، حاجات كتير قوي. صباحكم فل. جبت لهم فطار فنادق ان شاء الله هنعمله سوا، بس اول حاجه جبت دي المايو، عشان دي فكرت من غير المايو بتاعها، والمايو بتاعها باين صغير حاجه نسيته. فجبت لها المايو ده، بيشوه عليه ب 275، مع ان مكتوب عليه 225، قالت لي لا ده كود معرفش. المهم جبت ايه بقى، بصوا جبنه، عارفه الجبنه الكونفورت المعفنه دي، ودي جبنه بالبسطرمه، ودي حلاوه بالشوكولاته حلوه، وده شاي العروسه، وده شيبسي، وانا بحب لبن لبنيت قوي جبته، اللي انت كنت عاجبك يا نانو، ما كنت جايه المره اللي فاتت. انا انت كان عاجبني جدا. وجبت ده بصل مخلل، وجبت عصير برتقال، وجبت بقى ايه، مفرش سفره، وجبنه الاكل باين. لا مش جبنه، وجبت عصير للبرتقال وسكر نبات العالي وعيش كايزر كده صغنطو، وده عيش رز لما ابقى اروح ابقى اعمل ريجيم، وده عيش حبه كامله. بصوا تاني، ده عيش بقى بالبذور بقى وكده، ده برده لما اروح ابقى اعمل ريجيم. كل ده ماما كانت لوحدها. والله. وجبت العيش ده حلو قوي، ده طازه لسه جاي طازه. جبت لانشون، والجبنه دي لها اسم بس انا مش عارفه اسمها ايه، دي بتاعت توم وجيري. بتاعت توم وجيري، ماشي حلو. مش عارفه جبنه هولندي باين، دي جبنه تركي رومي عادي، بقيت تركي انا بقيت اسكندرانيه. ودي جبنه شيدر بالحمرا. ركبتي مشروع ولا رحتي بالعربيه بتاعتك؟ لا رحت بالعربيه، ما انا قعدت الف بقى شويه على الكورنيش وجبت كده بتاع ده. بس تعالوا بقى نعمل فطار جامد، يلا بينا. خلاص احنا لبسنا المايوهات وجهزنا وخلاص وظبطنا كل حاجه، ورايحين فين؟ البحر. رايحين على البحر.
بعدين نرجع نتغدى ونروح البسين. يعني احنا من اليوم كله بلبطه بلبطه بلبطه. الكئيب ده ما بينزلش ميه. لا انا بقعد اخلي بالي من اللي مجهزه والهدوم. لا تقولش كده. يلا وده لسه صاحي من النوم. لا احنا كلنا نزيل بسين. ما احنا بحر بسين النهارده. لا بابا وانت ما انا لسه معاك. ما انا كنت ابسم من ده ليه؟ قلت لك يا اما بينزلش ميه. مش الكئيب انت بابا. لا ما انا فاهم. انا ما بينزلش ميه. هينزل معانا. لو انت جدع انزله. ده انت اللي تنزليه. ما انا ما يا ريت كنت نزلته من 20 سنه عدت. ماشي انا حاول. لو معانا ناس يعني لو معانا واحد ومراته او رجاله وكده بيضطر ينزل غصب. ايه؟ لو معانا واحد ومراته بنزل معاه. اه ليه بقى؟ يعني بيبقى يعني عشان شكله بس. بنزل معاهم والناس بتقعد هي بقى. صح؟ حلوه شبه المصيفين؟ يلا. قمر قمر والله عسل. طيب بقى ويلا احنا خدتها. يلا بينا. بصوا يا جماعة ماشيين حافيين ورجلهم الشوت. لا 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 سخنة سخنة سخنة. وعشان انا اب حنين انا الوحيد اللي خدت شبشب. لا لا تعذاب. لا لا والله تعذاب والله. لا نستحمل النار جهنم ازاي؟ اللهم ارحمنا يا رب. لا 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 والله احنا ما اتبعناش على كده. وبصوا انا بلبس شوية ونشوى شوية. وانا منام شوية بنبدل كده. انا بحري بقى اما اريح رجلي. انا مش رايحه على كده. شفت البحر حلو قوي. انا رجلي اتشوهت. عايزه اقول لكم ايه؟ احنا في نفس القريه بس هو البحر بعيد شويه لان البحر بتاع القريه قافلينه. مفيش صوت اصلا جاي والله. كلهم بقى اللي انا قلته بتقول لكم القفل البحر بتاع القريه مقفول. رايحين بحر بعيد. فرايحين بحر بقى حته بعيده شويه بنمشي على رجلين. مرجحه كام؟ 30 متر. يعني الراجل جاي. الراجل جاي. اجري يال اجري يال. الراجل جاي. الراجل صاحب الارض. ايه ده؟ خدي خدي وقفيني مع نفسكوا بقى. لا 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 بصوا بصوا شوف 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 بسرعه يا نادين بسرعه. ها الشوم والله ما عادوا اثنين. والله ما اتفقنا على كده. خدي هنا شوف شوف الاحمر فين. طب انت النانو فرد وانا فرد. والنبي يا ماما قولي انا الدور عليا مش حافي بقى شويه. طب انا بسال سؤال. مين صاحب فكره ننزل حافيه؟ انت صح؟ احكي من حال الافكار دي ما تجيش. ما طبعا الشباب. لا لا الصلاه على النبي على الركب. بصوا يا جماعه احنا اخر حل وصلنا له دلوقتي ان كل واحد ياخد فرده. بصوا كل واحد فرده. هم اتنين اربع فرد واحنا خمس افراد. طب اشمعنى اني انا الغلبان الوحيد اللي فيكم؟ غلبان والله العظيم. الراجل ده اهو كداب. ساعة ما يفتح الكاميرا يوم انا الشيب. ساعة ما الكاميرا بتقفل فيا في اجلعه. طب يلا عشان اخد شيب شيب. شوف العين شوف العين شوف العين. انا بقى بصوا انا الحمد لله بطني رجلي بقت مالية في الزيت. هي ناقصها شوية. لا بخت الله هياكلها. انا شو والله مستغل بقى. لا بص ملبسة. هي والله مدهنة. واخيرا وصلنا ارض المطار. بصوا البحر بقى. بصوا البحر. الله على شكل الميه فظيع والله بجد. شكل الميه فوق ما حد يتخيل. بصوا انا هضطر ان انا انزل بصراحه. انزل شويه وبعدين ارجع انشف بقى. يلا بينا. دلوقتي حالا قلت اعمل لكم الغدا على السريع. بصوا
واللبن. فهي سخن بقى تطلع الاكل سوا. انا عندي حتتين فراخ مشويين اهو بسخنهم. وحواوشي. وكفته وطرب. وبطاطس مقليه. هنبهدل الدنيا اكل النهارده. هناكل اكل ان شاء الله. بصوا دي كفته وده شيش طاووق وعامله لعلي كده صباعين طرب يعني عشان علي. انا اللي عاملاه كل ده انا اللي عاملاه. بصوا الطرب حطيه على الصينيه ويبقى زي الفل معاكي. ونقل شويه بطاطس ومفيش بقى رز ولا مكرونه. اكل المصايف بقى بيبقى كده. تقولي يا نشوى الاكل كتير انا عارفه بس هقول لكم احنا هننزل دلوقتي على البسين وبنسهر بعمل سندوتشات. الولاد بيجوعوا والبحر والحاجات دي وطول الليل بقى ايه يعني احنا ما بنتعشاش بنفضل ناكل بقى الحاجات دي يعني. ولو فات حاجه عادي ناخدها واحنا مسافرين في السندوتشات. بصوا بقى جمال. بصوا بقى جمال الاكل. شوفوا الفراخ دايبه ازاي دايبه خالص. ده الشيش طاووق طاووس بالسيف شيش طاووق. ودي الكفته بقى والله احلى من كفته الحياتي. والله عايزه اقول لكم احلى من كفته الحياتي. بصوا من جوه عامله ازاي. بصوا الجمال. شوف انا يعني عشان ايه. وده الطرب. الطرب إيه بقى إيه. سخن سخن بس. بص الطرب لا بيفك ولا اي حاجه وزي الكفته كده. وايه بصوا اهو شوفي بيتنى معاكي مش بس هتوصل مرتبه. عايزه بس اوريه لكم. ودي فراخ كانت بايت عندي من امبارح وقلت شويه بطاطس. عايزه اقول لكم بقى الحواوشي الجامد بقى بتاعي انا عشان الحواوشي بتاعي قوي 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 قوي. بصوا عايزه اوريكم لحمه قد ايه. لحمه ده لحمه ما هوش زي بتاع الشوارع. وكاتشب بقى وطحينه وعيش. يا مساء عسل يا مساء سكر يا مساء هنا. اللي بيحب ربنا يرفع ايده لفوق. مساء عسل مساء سكر مساء هنا. مش عارفه الصوت ايه طيب يعني بس مش مشكله. احنا اتغدينا وروقنا على مزاجنا وكلنا محشي وفراخ وهيصنا وقلنا ننزل نتمشى ونلف في شوارع اسكندريه. مش عارفين هنروح فين بالظبط يعني بس انا عايز اتعشى عند الفلاح فلسه هنشوف. طبعا بقى هنا الجو ما تتخيلوش عامل ازاي. وعلي باشا قاعد بيلبس ال ازيكم يا جماعه يا مصر. هتودينا فين يا علي؟ طب انا اعرف عشان انت تعرفي. احنا ما حدش فينا يعرف. احنا هنمشي كده ونسيب على الله. يلا بينا. مساكوا عسل ومساكوا سكر ومساكوا هنا. ازيكم يا جماعه عاملين ايه؟ حسوني والله يا علي انت هتتحسن. ليه؟ معاك ثلاث بنات امارات ولا فوق من الحلاوه الحته. والله تخدموني وارجع. اسكت يا بابا. لو انت هيقول عليك تخرج تتفسح اه طبعا اه. ايه بابا جرب كده. يا بابا انت بتتريق عليا وانت لابس بينك. اه ايوه انت لابس بينك. انت صغير قوي والطقم اللي انت لابسه ده يعني مالك ايه؟ رجع نفسه حسيت ان انا اتلوت شويه. لا لا الشنطه ولابس الشنطه والطقم. استنى بصوا عامل ازاي. والشنطه دي انا اخدتها واخدها سلف مني بس. انت قلت ايه يا نشوى؟ الشنطه دي انا اخدتها. هي بتاعت مين؟ هي بتاعتك. امال ايه بقى؟ بس انا اخدتها والله. لا لا هي بصراحه. لا 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 اقسم بالله صغرت والنعمه لا ده بقى. خاف عليك من ايه؟ من حد يخطفك؟ لا مش يخطفك. يعني بصوا لك البنات مين يا اخويا اللي هتبقى حاطه قطره في عينها؟ ما بحبش اكسر بخاطر حد. مين اللي هتبقى حاطه قطره في عينها يا شيخ صلى على النبي؟ انا اكلمك يا شيخ صلى على النبي. جبر الخواطر على الله طبعا. جبر الخواطر على الله. هنشهد عليك. انتوا قعدتوا اتكسرت دلوقتي على السلم. شاهدوا شويه. ايه شاهدوا دي؟ اخلص الجدع. ده حد قال لي افتح الباب. انا قايل لك فوق والله. قلت لي فوق. الطرحه المفروض هي الطرحه فاتحه شويه. اسمحنا يلا. يلا الهبله بنتي الهبله بنتي بنتي الهبله.
احنا على فكره هنروح نقضيها تكاتك ومواصلات. ده طالع حلو كده ولا رايك ان نروح العربيه؟ بجد مبسوطه مني؟ لا روح ماشي. روح عمري ما تسوى اخويا تفضلي بالدهب انا موتي لما اتكلم حد يجي في وشي ويشوه اخوك ما حدش لي خير عليه لا يمكن هو قال لي ليه لو قال لك حد مش طايقني هقول لك مش طايقني ليه عشان حته تقيله في الدهب بيلقبوا باسم الاسد لو كل ما انسى السماء عملت كيس بيكون على طاقه سوري حضبه مش محتاج لي دواء احنا رايحين نجيب كبده من عند الفلاح. نتعشى كبده النهارده. هنتعشى كبده الفلاح ده اذا لقينا فيه مكان وما لناش زحمه يعني. الحته دي زحمه احلى حاجه نادين ماشيه معانا ما تعرفش ان هي فيها كبده انت ليه نادين ماشيه معانا ما تعرفش ان احنا هنتعشى كبده نادين ازيكم تعالوا بقى نجرب كبده الفلاح يعني انا عمري ما جربتها على فكره شوفي جيت اسكندريه كتير بس عمري ما جربتها بس عايزه اقول لكم الزحمه جامده يعني رهيب بيبي يا ادم لا 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 الفلاح يا اولاد الفلاح يا اولاد كل دي سندوتشاتك انا كلها قلت نجيب لهم الناس اللي يعتبر من عالم السندوتشات شطه نار شطه نار شطه نار السندوتش يا دوبك احنا كده السلام عليكم ايوه عملت ايه انا الفلاح الاسكندريه حطيت الرمل عجبك والله بقى يعني نزلنا نجيب من الشيخ وفيق ما لقناش لان الناس قفلت فجبنا علي من عند مكرم ايس كريم مش عارفه ده زبادي ولا ايه ما اعرفش انا عايزه اللي معناه شوكولاته بس لا مش عارفه يعني انا عايزه بشرب زي نشوه بتحب الكافيه بس ما فيش هنا مش مشكله بقى اي حاجه الفجر بيأذن يعني واحنا ماشيين بناكل بطيخ في الشارع ده احنا زي ما كنا بس عسل زي ما كنا متفقين واحد اتنين كده كله يخش كله يخش والله احنا نزلنا كلنا ورا واحنا والله بطيخ عسل الراجل مقطعها لنا والله العظيم الراجل ذوق قوي الناس المؤدبه حلوه انا مسكر قوي احنا لو كان ابويا عايش ما كانش خلى بنته تمشي في الشوارع للفجر مجاز دي التربيه بتقول ايه لا بنت بنته ولا بنت بنته ولا جوز بنته يعني قتلني والله العظيم ده كان زمان مسك علي دلوقتي بهدله مره علي اتاخر كنت مخطوبه وعلي اخرني جايبني الساعه 12 ونص واحده يعني كنت في فرح اخته فرح امل يوم فرح امل ده كان اوحش يوم في عمري اوحش يوم فرح امل اه والله كانت جوازها خرا لا انا مالي امال جوازة امل جوازة وحشه قصدي انا مالي امال جوازة امل لا ده علي ده علي ده يا راجل محترم طيب مش ملك انا شو والله ده علي جوز امل يعني انا وحش انا جبت سالي انت بتغلطني في الناس وخلاص يوم جوازة امل ده انا اتاخرت للساعه 12 ونص واحده الا ربع كده فروحت البيت بقى وانا مخطوبه فدخلها البابا بقى ايه يعني ان انا ايه انا خطيبي واقف قدامي ما يحرجنيش بقى انا اول مره حتى ابوك اعرف ان ابوك الله يرحمه كانت شتمته قلت الادب شتمته قلت الادب امك واللي جابه قدام علي قدام طب بابا استنى لما علي يمشي واعمل اللي انت عايزه يعني ايه ده الساعه واحده ما كنت تباتي بره ده كان
ده حاجه اللي خلاني بقى اتبسطت كده. قال لي العاب مش منك، هي اللي بنت كلب انا عارفها. هي اللي غوتك وخلتك تصحى. غوته فيها غلط انا والله فعلا. انا طيب وبحب. انا اول مره في حياتي اصلي الوقت علي طلع ملاك بريء قدام ابويا، اقسم بالله سلت نفسي في سرير حقيقي فعلا والله بجد. وقام قاعد قدام بابا، انا قدام ابويا يقول له والله انا قلت لها نروح بدري، بس هي فضلت قاعده لاخر الفرح. ابويا هي مش انت مش غلطان يا ابني، انا مربها وعارفها، انا اللي مربها وعارفها. هي دي تشوفي الهيصه مش عايزه تمشي، دي بنتي. وفضل يا ما خلالي ولا شيء قدام خطيبي. كانت ايام سوده. استنوا بقى بكره يوم جديد ويوم حلو واحلى من النهارده كمان. والله النهارده يوم حلو قسما، وكان النهارده يوم حلو. هو كان تعب، كان تعب شويه بس الصبح وكده، بس كان تعب. انت فين نوم؟ انت مقضي الرحله نوم النهارده؟ ايوه صح. انت نايم تلات ارباع اليوم اصلا. كل يا نشا بطيخ. هو صحى ياكل وينام، صحى ياكل وينام. اصبح خير. يلا باي، استنونا بكره هتلاقيه من جديد. انا في بقى عايز تفي اللبان، مش عايز تفي. يا جماعه بكره في لا تاكلوا، هتفي اللبان يا فهد. ابلعها. والله يا جماعه كان في قطه يا جماعه، كنا ايه في مع سام. حلوه جدا، اقسم بالله. انتوا ما عندكم ده الفجر بفجر الدنيا، النهار طلع وانتوا لسه بتاكلوا. ده احنا على انا حسيت بي، انا حسيت بالمعنى لما الناس تخش تقول لي هو انتوا ما وراكوش حاجه غير الاكل. لا هم، انا اقول لهم لا وشربنا قبل كده وبيخش. يا جماعه في ايه؟ العنب ده خطير يا جماعه. عندهم يا جماعه العنب الطرابيشي دوت، العنب ده جميل يا ولاد. انت كل شويه تسميه باسم شكل. بصوا ده عنب وفريز، وكان في يوم من الايام عندنا مانجا وترمس ولب. ده مانجا صناره يا جماعه، بس جميله والله، حلوه. مين كانت طبق ده؟ عمره في حياتي ما اشتريتها لما لقى حد. كنت سهرانه انا وعلي الوحيد نقسم بالله، ويس فجاه لقينا حد من ورا الباب. بصوا عايزه اقول لكم بقى، بصوا النهار خلاص بيبدا يطلع، بس عشان مش عايزه اكبر. بصوا الجمال بقى، بالليل بناكل وبالنهار بناكل، واحنا نايمين الوقت المفروض بناكل. الناس كلها نايمه وانا هم قاعدين. يا جماعه النهارده اللي عيد هقول لهم اني انبسط فيهم. لا بس انا حقيقي بدات اتبسط. انا كنت اول ما جيت بناكل. احنا ما بنتبسط بناكل وما بنزعل بناكل. زود لنا يومين بقى والنبي. ازود يومين؟ عسل. عسل شويه. هو امير ما رضاش ياخدها ليه؟ عشان المنظر ده. ايوه هتقول لي من المصفى. هو بيسمع عليا بانف. يا خلصها بقول له خد. لا والله ده انا اخد نص والله. بص يا امير، ده نضيفه، ده نضيفه. كان وفي مانجاه، وفي كيسه مانجا فيها جوه. مش حد بياكل مانجا ورا حد والله. هي مش حقن يا امير، هي مش سرنجه.